قولي ماما. ماما السلام عليكم، مش راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. رحب كامل المشتركين الجدد، نقول لكم مرحبا بكم نورت القناه. مشتركات الوفيه طبعا رحب بكم من جديد، نقول لكم مرحبا بكم. كما قريتوا في العنوان بصراحه مريت بتجربه صعيبه بزاف. المهم اول حاجه نقول لكم شكرا لكم على الدعم تاعكم، شكرا على التشجيع تاعكم، على تعليقاتكم في اخر فيديو ليا واللي دعيتوا لي، والحمد لله يا ربي ريحت. الحمد لله يا ربي ريحت، بصح كي ريحت انا محمود هو اللي مرض. نحكي لكم، مريت البارح تجربه صعيبه 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 كانت لي. المهم كانت كل كابوس عادي. البارح كنا في الليل، محمود روح من الخدمه البارح في الليل، ما بيش كيفاه جا تعبان خلاص، ما بغاش ياكل، ما بغى يدير حتى حاجه. قلت له واش بيك واش بيك؟ هو عنده تقريبا واحد 3 ايام ولا اللي قال لي بلي تخبط في رجله. صح ما عباليش، قلت له روح للطبيب كي راه توجع. قال لي توجعني غير شويه، يعني ماشي تاع ديك كيما نقولوا وجع بزاف ولا صعيب ولا ما يقدرش يتحمله. قال لي وجع بسيط. وانا اصلا كي تكون حاقده حاجه شويه نقول له روح للطبيب، روح شوف، ما تستهزاش يعني. اما هو قال لي وجع بسيط يعني ما فيه والو، ما كان له غير روح ولا هكذا. البارح روح تعبان خلاص، قلت له تاكل؟ قال لي لا، ملف يقعد ملف يضحك ملف هذا. دخلت طول وبعد قال لي اني راح نرقد. المهم راح قعدت انا والولاد، قعدت انا نتفرج هنا في الصاله وهو راح رقد. وبعد نسمع فيه يقول لي روحي زيدي غطيني، وهو متغطي. قال لي زيدي غطيني وهاتي لي نلبس حاجه تكون ثقيله بزاف. لبست له ومن بعد وليت تغطيته، لقيتو سخون شويه. قصت له السخانه تاعو لقيتها 38.5. قلت له السخانه تاعك هي طالعه شويه اصبر. قلت له نزيد شويه هكا واحد 10 دقائق ولا يزيد القيسها لك، اذا لقيتها طالعه بزاف نشوفو ترى. المهم كنت وليت رجعت رقدت عمر ورقدت جوري ثاني، وليت زدت رحت مسيتو لقيتو طلعت سخانه اكثر. المهم قصت له سخانه نلقاها وصلت 40. ثم تشوكيت، قلت له مالك وصلت 40؟ قلت له بالك عندك الكورونا. قال لك اللي طلع له سخانه ولا ما علاش تما راهي عنده كورونا، ديروا احتياطاتكم. المهم لقيت هاك الساعه 3 تاع الصباح، هبطت لهم الاولاد لتحت، قلت اذا كانت عنده صح كورونا تما بيميت هذاوش. وبقيت خايفه عليهم، بقيت نشوفوا الليله هذيك ما عباش كيف يفوتها لا حول ولا قوه. هبطت لقيتهم مازالوا نايضين، هما اصلا ما يرقدوش بكري. هبط الولاد راح سلفي يجري شرا القارص وجا قال لي ديري له القارص، يعني قدر الله ما شاء فعل. بصح في هذيك اللحظه جاتني شغل صدمه، خفت على ولادي وخفت عليه. هو مرضو اصلا صعيب، هو اصلا كي تجيه لاك غير برك كيما نقولوا يوم مرض ما تجيه صعيبه بزاف عليها خفت. المهم درت له جات عجوزتي في الليل، وليت نقولها روحي روحي ما تدخليش. قلت اذا كانت عندك اذا كان صح عنده ولا ما يعديهاش يعني. ورحت كسع درت له الخل باه نهبط له في السخانه، وقاعده نقول له مازال اكت تنفس اكت تنفس مليح، جسمك راه يوجع فيك. قال لي رجلي توجع فيا. انا قلت ما لا بداه الوجع حسب ما سمعنا. قال لك تسيبكم الكورونا خير جسمكم يرجع يوجع وما على باليش وسخانه وذاك. قلت انا بديت ما لا بداو من رجلي بداو يوجعوا فيه رجلي. قعدت لمست له في رجله ومن بعد درت له الخل، جابوا له فيتامين سي، جابوا له القارص، طيبت له القارص ونرجف هكا خايفه بزاف. ماشي قاعده نقول، قعدت نحسب في الايام، قاعده نقول بالك تصبنا كي رحنا لمصر، قاعده نحسب قلت على قداش عندنا ملي روحنا. وبعد قلت خلي ايامات فاتوا، قلت بالك ما جابها من الخدمه ولا ما على باليش كيف واحد الحاله. ان شاء الله ربي يشفي كامل المصابين اللي راهم مرضى ان شاء الله يا ربي. يعني صعيبه بزاف كي تفكري فيها برك هكذا، صعيبه بزاف. لقيتو هكاك شغل خايف الله، بديت نقول له نقوي له هكذاك في ما خليتوش يحس والله، قاعده نقول له معليش وهذاك. ومن بعد قاعده ندعي في ربي، قلت اذا قاستني انا ثاني عداتني والله، قلت ان شاء الله يعني حتى يريحوا باش نمرض انا، قلت باش يهز نهزو ويهزنا. قال لي لا طلعت لي سخانه اكثر، روح للسبيطار طول. قلت له ما كان لا تروح للسبيطار، قلت له روح صح دير تحليل اذا صح طلعت عندك الكورونا. قلت له ارجع للدار طول. قلت له هنا في الدار
نعالجك هنا في الدار، ما كان تروح للسبيطارات ولا تهنيك شمية. انا اصلا نخاف منهم، كي نسمع كذاك وليت نخاف من السبيطار. نجيبو لك فيتامين، ندير لك شوربات، ندير لك حوايج سخونين هكا حتى نعالجك هنا بلا ما تروح للسبيطار لا تروح حتى حاجه. المهم بقات سخانه، غير تطلع غير تطلع يا تطلع، وانا شوفوا حكمتني الخدعه، غير يا ربي تستر. وليت طلع صباح لقيت سخانه شويه هبطت له، وليت طول رحنا للطبيب، احنا رحنا للطبيب وهو قال له لا كورونا ولا والو، قال له بلي راهي من رجلك، وقال له رجلك هي تخبط تنفخت، وهي صح رجله تنفخت بزاف تنفخت، قال له هذيك هي دارت لك السخانه، قال له والله ما عندك اصلا ما عندكش قال له اعراض تاع الكورونا ولا، قال له عندك غير سخنت هذا مكان ورجلك كانت توجع فيك من النفخ، وانا نحسب جسمه بدا يوجع فيه وبدا كذا. قلت له الدواء، وقال له روح ريح في الدار. وفوتنا ما نقولكمش ليله صعيبه بزاف، وزيت صباح كي رحنا للسبيطار. المهم ربي يشفيه ان شاء الله. جوزتي ثاني هنا قاعده قدامه وجات تحيرت عليه جوري ها هي. المهم دوكا قلت بالك نطيب شويه ندير شوربه تاع عدس سخونه، وقلت ندير معاها ثاني خبز، بصح والله ما على بالي واش من خبز راح ندير. المهم نوجد عشا خفيف وخلاص. بسكوت عدت خلاص البارح ما رقدتش اصلا، خلاص من الخوف وكذا كي كان مسخن ما رقدتش خلاص. كملوا معايا الفيديو تاع اليوم، على بالي راني هدرت بزاف بزاف.
وصلنا لاخر فيديو. شكرا لكم على المتابعه تاعكم وعلى الدعم تاعكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.